يا صباح الخير عليكم، يوم جديد وحظ جديد. اعرف برجك هيقول لك ايه النهارده. وهنبدا مع برج الحمل. مهنيا هتوصل لبعض القناعات، ودي حاجات هتريح بالك وعقلك. عاطفيا قرب من حبيبك وحسسه بالامان، وحاول تتفهم وضعه المهر. برج الثور. مهنيا زمايلك للاسف هيسببوا لك ازمه، بس انت تتخلص منها بسرعه وهتستعيد نشاطك. عاطفيا هتتجاوز المشاكل وهتكون سعيد بافكار حبيبك المختلفه. برج الجوزاء. مهنيا حاول تكون جد شويه في شغلك وحافظ على هدوءك المعتاد. عاطفيا هتتصدم بشويه مشاكل هتخليك محبط، لكن لحظه المواجهه مع حبيبك قرب. برج السرطان. مهنيا ما تربطش نفسك بمواعيد النهارده عشان ما تعكرش مزاج الناس بمزاجك. عاطفيا حاول توضح وجهه نظرك لحبيبك، لان الغيره بدات تدق بابه. برج الاسد. مهنيا خطواتك الجريئه واجتهادك هما بس اللي هيسيبوا لك وقت للترفيه. عاطفيا ما تقفش عند المرحله الاولى من الخيبه، اكيد الجاي احسن. برج العذراء. مهنيا الدنيا مقلوبه حواليك، وناس بتخسر وناس بتتغير، بس انت برضه هتفضل في حالك عشان تعرف تنجح في شغلك. عاطفيا حبيبك عنده مشكله، بين له اهتمامك وحاول تتلاشى الخلافات معاه. برج الميزان. مهنيا ما تسمحش لحد انه يخرب شغلك، مزاج الناس مشكلتهم هما مش مشكلتك انت. عاطفيا ادي لحبيبك وقت واهتمام اكتر من كده، ما تخلوش يحس انه مش مهم. برج العقرب. مهنيا علاقاتك هتقوى وهيكون عندك نفوذ، وده هيزود عليك التحديات. عاطفيا ادي لحبيبك حقه في قراراتكم، رايه هيساعدك في بعض الاوقات. برج القوس. مهنيا هتقف جنب زمايلك، وده هيخليك تنول اعجابهم. عاطفيا هتقابل حد يغير عندك مفهوم الحب وتحس معاه بالرومانسيه. برج الجدي. مهنيا انت والحظ ماشيين عكس بعض، صلح امورك قبل ما تتعقد اكتر من كده. عاطفيا التفاهم مع حبيبك هو اقصر طريق لعلاقه سليمه. برج الدلو. مهنيا هتظهر لك مسؤوليات فجاه وهتكون مرتبك، وده كله بسبب حد من زمايلك. عاطفيا لازم تتفهم مخاوف حبيبك، المشكله عنده هو اضرب حلها. برج الحوت. مهنيا الحظ معاك وشايل لك مفاجآت وقرارات هتزيد من قوتك. عاطفيا حبيبك هيقول لك رايه وهيحاول يساعدك، لكن عنادك هيضيع كل حاجه. وكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره وحلقه جديده مع حظك والابراج.